كل أبناء شعبنا العراقي قدموا كل الدعم للأكراد قبل سقوط النظام البعثي، وكانوا يدفعون الثمن غاليا مع إخوانهم الأكراد الذين قدموا كثير من الضحايا قبل سقوط النظام. ولكن المستفيد الأول الحقيقة بعد سقوط النظام هو الإخوان الأكراد، حيث لا يوجد إرهاب ولا عنف في المنطقة الكردية، فيما لا يزال إخوانهم الشيعة ولا يزال غالبية الشعب العراقي يعانون من الهجمات الإرهابية ومن المؤامرات اللي تطولهم ليل نهار. لذلك في هذه اللحظة وفي هذه المرحلة العصيبة على إخواننا الأكراد خصوصا القادة السياسيين أن يقدمون لهذا الشعب العراقي الذي قدم لهم كل شيء، أن يقدمون له موقفا مناسبا مع ذلك التاريخ والتلاحم المشهود معهم، سواء قبل سقوط النظام أو بعد سقوط النظام. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الحقيقة يجب النظر إلى موضوعية بالنسبة إلى تشكيل الحكومة. هل يمكن للأكراد أن يمدون أيديهم إلى دول إقليمية ساهمت في قتلهم وذبحهم؟ هل يمكن أن يمدون أيديهم إلى من ذبحهم من الأحزاب العراقية، وخصوصا حزب البعث اللي مارس العنف قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام؟ على المعادلة الآنية أن تحسب حساب للمستقبل، لأن ما يترتب على كل تصرف في هذه المرحلة سيخلق مشكلة بين الشعب العراقي في المستقبل وبين الأكراد، لأن الشعب العراقي وقف بكل ما يملك ودعم القضية الكردية من موقع المبادئ ومن موقع العقيدة، كونهم مسلمين وكونهم وطنيين مشاركين في الوطن. فيفترض في هذه المرحلة أن يكون موقف الأخوان الأكراد هو موقف ليست لا على مسافة واحدة، وإنما على الوطنيين الذين شاركوهم مشاركة نضالية حقيقية استراتيجية لا تتحمل المجاملة. يعني في نفس الوقت احنا ما نريد نحمل الأمور أكثر من طاقتها، نحن نريد حكومة مشاركة وطنية، نريد أن يتشارك الجميع كل أطياف الشعب العراقي، لكن لا على حساب نضال مجموع الشعب العراقي. نعم. أكتفي بهذا القدر، وإذا كان هناك أي سؤال آخر أنا مستعد طيب. لإجابة. سأعود إليك سيد الرباعي، لكن اسمح لي أن أنتقل إلى بغداد من جديد السيد حسين الجاف. سيد الجاف أرحب بك معنا، استمعت لما طرحه ضيفي من لندن السيد الرباعي، أسمع منك تعليق حول هذا الموضوع، وأيضا حبذا لو تشرح لنا الشروط الكردية للدخول في أي تحالف حكومي. سبق وأن أعلن فخامة الأستاذ مسعود البارزاني في أكثر من مناسبة، قال إن مرشحنا لرئاسة الجمهورية العراقية هو فخامة الرئيس مان جلال، وأننا سوف نلتزم مع المجموعات السياسية أو الفرق الأفقاء السياسيين الذين يمتثلون للدستور ويطبقون بنوده فيما يخدم العراق وينعكس على وحدته الوطنية. أنا الحقيقة الأستاذ الربيعي في لندن أشكر شكر جزيل على تحيتي لنضالات الكرد والعرب المشتركة من أجل إسقاط النظام الدكتاتوري الطاغوتي البائد. الحقيقة نحن ما نسميهم شيعة، نسميهم أنصار البيت، يعني إحنا أكو تسمية خاصة، إحنا عندنا وياهم نضال طويل ولا يجب أن ننسى في يوم من الأيام، وهذا ما أكده المرحوم قائد الشعب الكردي الملا مصطفى البارزاني، موقف الإمام السيد محسن الحكيم عندما وقف بوجه هدر الدم الكردي عام 65، في حين كان أقرب الناس إلينا حتى من ناحية المذهب، وقفوا إلى جانب الحكومات القومشية لإساءة للشعب الكردي وهدر دمه. وأيضا أن أقول لكم أيضا أن جبال كردستان الشامخة السامقة كانت ملاذا آمنا وحضنا دافئا لمناضلين من أنصار أهل البيت، من الذين هربوا من النظام
الطاغوتي ووقفوا جنبا إلى جنب وكتفا بكتف مع أحبتهم الكرد للدفاع عن الوحدة الوطنية العراقية والوقوف بوجه النظام الفاشستي السابق. الحقيقة نحن نقول دائما، وقال الأستاذ مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان، إن لنا علاقات تاريخية متميزة مع الإخوة الشيعة، واللي أنا أسميهم أحبة أهل البيت وأنصار أهل البيت. والحقيقة صحيح إحنا الآن نقف مع يعني في هذا الظرف الذي يتطلب جمع الشمل وأن لا تصدر تصريحات متشنجة، نقف على مسافة واحدة، ولكننا لا ننكر أن الأخوة الشيعة وقفوا معنا طوال سنوات العهود التي كانت يحارب فيها الكرد، وخلال فترة ما بعد سقوط النظام الطاغوتي احنا هذا لا ننكره ودائما نذكره. ولذلك تشوفون أن كردستان هي دائما المحطة الأولى في أي أزمة، لأن الأكراد هم ليسوا جزءا من المشكلة وإنما جزء كبير من الحل. لذلك نحن صحيح نقف مع كل الأطراف الوطنية التي فازت بالانتخابات، احنا حكمنا هو الصندوق الانتخابي، هم دولة طلعوا من ما جاوا عن هوا وإنما جاوا من خلال إرادة شعبية كائن من يكون، لكن مع ذلك احنا شرطنا هو العلاقة التاريخية المميزة مع أحبة أهل البيت ومع الوطنيين من الشرفاء السن الذين وقفوا معنا، هذه تبقى العلاقات. الآن احنا مع القائمة العراقية مثلا، نحن مع الوفاق الحقيقة في انسجام يكاد يكون تام مع الأستاذ علاوي، لكن هناك في القائمة العراقية عندنا الأستاذ اليوم الأستاذ مسعود البارزاني يعني حقيقة قدر بشكل عالي مواقف الأستاذ رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء والأستاذ عياد السامر رأي رئيس مجلس النواب المنتهي ولاية سيد الجاف لو سمحت لي سيد تقييم أستاذ الجاف سنتحدث عن الـ عن الـ عن نوع العلاقة بين التحالف الكردستاني وبقية الفرقاء السياسيين، لكن الآن أرجو أن ترسم صورة للشروط الكردية للدخول في أي تحالف حكومي مقبل. ماذا تريدون من الحكومة المقبلة؟ الحقيقة لست أنا الآن في موقع بحيث أصرح باسم القيادة الكردية، ولكنني ضمن مثقفي الكرد المعروفين في بغداد وضمن الدائرة السياسية التي تسير فيها قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني المناضلة، أنا أقول لك